يعني ما نقدر نقسم لكم بالله انا كنهضر 50% راني كنهضر و 50% مرتاح في النتيجه ديال المقابله، لان خصنا نعرفوا ان لو بروفيل ديال مدينه اسفي وهي اولمبيك اسفي، لان الفريق الوحيد من درجه ديال المحترفين اللي باقي في جهه مراكش اسفي هو اولمبيك اسفي، خصنا ندعموه خصنا نوقفوا معاه، لان مدينه اسفي الى مشى هذا الفريق ما بقاش دابا في التلفازه، مازال دابا كندوزو في العالم الرياضي وكندوزو في مازال كيتسمعوا في الراديوات اولمبيك اسفي، اما الى مشى هذا الفريق اسفي غادي يطفى. وما تنساوش بان الفريق راه بيه باش تعرفنا، مشى شارك في عديد من اللقاءات في المقابلات اللي عملوا في الشرق الاوسط في السعوديه دار ماتش في تونس، يعني اسفي ما كانش معروف حتى من دوك المذيعين اللي كانوا كيديروا التعليق ديالهم، فجاتنا سمحوا لي درت تدخل صغير، حتى دوك المذيعين اللي كيديروا التعليق ديالهم ما عارفينش اسفي. اذا اسفي راه معروفه، هي حاضره موحد فيها التعدد ديال الحضارات سابقا، يعني مدينه قديمه، مدينه اللي واقفه برجال ديولها، وان شاء الله اولمبيك اسفي غتطلع في المقعد الاول ديالها، واخا نتقاتلوا واخا نبيعوا حوايجنا، المهم ما تخرجوا من الفرنسا. تحيه بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنعيشوا واحد العرس اللي هو عرس كبير، الفوز ديال اولمبيك اسفي على الفتح الرباطي اللي هو فريق كبير، فريق قوي الفتح الرباطي، وكان الفوز اليوم هو فوز ديال الجمهور المسفيوي من الدرجه الاولى، وفاز الفريق من الدرجه الثانيه. كيف ما كتشوف ان البارح درنا واحد الزياره ميدانيه عند الفريق، وجلسنا مع اللعابه وحفزناهم وشجعناهم، وفعلا خصنا لهم واحد المنحه اللي هي مهمه، ما بين المنحه اللي غيعطيها الفريق ما بين المنحه اللي غنعطيها انا في حاله الفوز. ولما درنا نشرنا البارح هذاك على المواقع الاجتماعيه، هذه اللي غادي نقولها عندك، انه كان نشرنا بانه غدا غادي يكون لقاء، وكنا عند اللعابه واللعابه راه فرحانين وكذا وكذا وكذا، وحنا خصنا لهم واحد المنحه ماليه، منحه ديال الفريق ومنحه ديالي. كتب واحد في الكومونتير قال لي الا كانت حلال هذيك الفلوس اللي غتعطيهم راه غير ربحوا، ولا كانت حرام راه غير خسروا، اذا هذيك الفلوس راه حلال. ولو كومونتير عندي ومازال ان شاء الله غنشرو على المواقع الاجتماعيه. هذه من جهه، من جهه اخرى فريق كيعيش اكراهات بزاف، فريق عنده ديفيسيت بزاف، كتسالوا باش نوضع الناس في الرؤيه راه كتسالوا تقريبا شي مليار ولا مليار و700، يعني ما سهلاش، يعني الفلوس كتجي لا من العزم، يعني احنا ما نخلو حتى حاجه تحز عليها، احنا نكونوا يقين تام، وحتى الناس ديال بن قرير تفهموا الوضع، وكان داك الشيء يعني عادي معاني، يعني اجراءات عاديه، ولكن ما يمكنش الفريق ديال بن قرير غادي يمكن يحزف الحافله ديال اولمبيك اسفي، هذا مساله عاديه. احنا حاليا خدامين على ان الفريق يبقى في الدرجه الاولى، من بعد سال هذا العام ان شاء الله غادي يكون بروغرام مزيان، وغادي نستقطبوا لعابه، وغادي نشجعوا حتى المواهب ديالنا ديال مدينه اسفي، لان عندنا لعابه مزيانين، ولكن ما يمكنلكش تغامر بهم كما كيقول المدرب، ما يمكنلكش تجيب واحد اللاعب وتدخلوا دابا وحنا في واحد الحاله اللي حرجه، يعني قدروا يعني في اي وقت، حنا دابا المرتبه ما قبل الاخير، يعني دونك كنقول واقيلا اليوم فتنا تجاوزنا على ما اظن ما قبل الاخير، ما كاينش فارق عنده 19 نقطة، حنا الحمد لله عندنا 20 نقطة، دونك حنا المرتبة 14، عندنا مقابلة مع واد زم، وإن شاء الله غنجيبوا الفوز، يعني تنقول للجمهور غيكون الفوز إن شاء الله، ومن وراء غيجي المقابلة ديال الوداد، واللي كتعرفوا أن أولمبيك أسفي دائما كتربح الوداد هنا، ما عمر الوداد طفراتو مع أولمبيك أسفي، وعارف بأن الدراري خصهم كان عندهم اجون كانت عندهم معنويات شويه طايحه، دابا بهذا الفوز كنظن دابا اولمبيك اسفي غياخذ الانطلاقه ديالو باش نحاولوا نخرجوا من هذه المراتب الاخيره اللي تقدر لا قدر دير شي مشكل للفريق. وبالنسبه للمسيرين حاليا ان حنان عبد الرحيم راه في المستوى، عاشرتو هذه شهرين واحد الولد اللي باغي يخدم كيجبد من جيبه ودير ورقه وستيلو، واللي بغى يسمع هذه الهضره يسمعها مني، واللي ما بغاش يسمعها يضرب راسه مع الحيط، دير ورقه وستيلو وتقيد الصغيره والكبيره، دونك غادي في الطريق صحيح، وانا غادي ندعمو، ما غادي تفرق معاه لانه غادي بالفريق، ملي كان الفريق ما غاديش في الطريق صحيح راك انت انا خارج،
اما حاليا الفريق غادي في طريق صحيح ان شاء الله ما غادي يهودش. تحضرت الشوط الاول ديال المقابله اللي كانت في اولمبيك خاسره ودركني الوقت ديال اللقاء اللي كان عندنا ديال هذه الندوه لان كان المطارد هذه الندوه مع 4:30 بانت فوجك وفعلا جيت هنا جيت مقلق بزاف وكانت المداخله ديالي هي الاولى وكان عندي كان كيظهر عليا واحد شويه ديال الارتباك لان العقل ديالي كان مع المقابله كنحس بواحد الاحباط بديت كنفكر تنقول واش هادشي كامل اللي درنا غيمشي لينا هكاك هادشي كامل اللي حنا خمنا به غادي يعني النتيجه كانت ماشي هذيك بقاو فيا الجمهور اللي حضر بكثافه لو انه كان معلوم كان غيكون تيران ممنوع على الاخير ديالو ولكن ما علمناهم حتى الساعات الاخيره عبر المواقع على شبكه المواقع الاجتماعيه دونك كنت في هذيك اللحظه اللي كنت ندير المداخله تمارك التعادل وتمارك الربح وكان الدماغ ديالي مع المقابله ماشي مع الندوه اقسم لكم بالله وقال الوقت اللي خبرني الاخ ديال الاخ والزميل ديالي سي سليم قال لي نوراي جايه الاولمبيك رابحه فرحت ونشط وجلست ورجعت درت مداخله على اولمبيك في وسط الندوه ونتمنوا لهذا الفريق ان شاء الله يجتاز هذه المحنه اللي كيعيشها وهذوك اللعابه مساكن تا هما راه الله العالم بهم والله ما كينعسوا من خلال انهم خسروا الماتش تعادلوا مشاو لوجده خسروا جاو ما نعسوش نهائيا وعندي لي زانفورماسيون بزاف بقى فيهم الحال كاين اللي كيبكى يعني دونك خصنا ندعموا هاد اللعابه ونساندهم وسط التيران واخا يكون خاسر ندعمه وكنطلب من الجمهور يلتحق بالفريق ما حل وارتحل يتبعوا لان دابا التيرانات تحلوا ومن ناحيه المساله الماديه غادي يكون غادي نشوفوا الاخوان وهذه الا قدرنا ننظموا بعض الرحلات وخا ندعموا هذا الفريق وخا ندعموا واحد 5 ديال الحافلات ولا 10 ولا 8 يلتحقوا بهذا الفريق حتى يفوت المحنه ديالو ان شاء الله يكون كلام اخر. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.